أعزائي المستمعين والمستمعات، يعني نحن كنا استضفنا سابقا منظمة مافي قلم وكانوا عنا ضيوف وأخذناهم اتصالات. حابب أقرأ أنا بعض الأشياء والأعمال اللي هن عم يقوموا فيها والتي ممكن أن يتم الاستفادة منها. فتود منظمة مافي قلم القلم الأزرق التذكير بأن أعمالها متواصلة من المنزل التزاما بتعليمات الحماية من فيروس كورونا. ومن الأعمال التي تقوم بها هي تقديم الدعم واستشارات التقارب الاجتماعي، استشارات طبية ونفسية وقانونية. وللاستفادة من دعم منظمة القلم الأزرق يمكنكم التواصل على أرقام الهواتف التالية: في منطقة الفاتح رقم الهاتف 0553-0468-228، وأيضا مركز التضامن والاستشارات النسائية في منطقة السنيورت 0553-199-0082، وأيضا في منطقة زيتون بورنو وولاية كوجلي رقم الهاتف 0505-08-600089، وأخيرا في ولاية أضنة 0552-432-0537. أعزائي المستمعين والمستمعات، فاصل قصير ونعود إليكم، ابقوا معنا.